الحرب غيرت علينا حاجات كتير، شردتنا من بيوتنا، دمرت بيوتنا في غزة. أصفضت وأنا ما أعرف الشارع، بطرت رجلي وإيدي هذه كلها للشمال بلاتين ومشبوكة في خصرتي، أخذوا لي رقعة من خصرتي عشان أعوض اللحم اللي راح من إيدي. وضع في المستشفى تعب، أنا بعرفش أنام من كثر الناس. زي ما أنت شايفة زيارة المريض 10 دقائق وبروح، بقعدوا في الساعات بيفتحوا لنا قصص. يعني أنا كل يوم بغيروا لي على رجلي، صاروا هالقيد من الوجع. أنا لازم أنام، لازم أرتاح، مش بلاقي راحة. الغرفة حتى أنام فيها سريري مش بلاقي راحة علي، مش قادر أنام، مش عارف مش بلاقي. لا إله إلا الله. أولادي مرميين في المدارس، لا أكل ولا شرب ولا فراش، شرب بطانية مش بلاقي. الحرب غيرت علينا حاجات كتير، شردتنا من بيوتنا، دمرت بيوتنا في غزة.